بحسب مصادرنا في نادي الزمالك في مكالمة جمعت الكابتن حسين لبيب أحكي لك الوضع يعني مكالمة بين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ووالد زيزو بعد ما الزمالك توج بالسوبر الأفريقي الكابتن حسين لبيب عايز ينجز في الموضوع ده كلكم عمالين تتكلموا فين تجديد زيزو فين تجديد زيزو كابتن حسين لبيب قال لك لا لا هنخلص زيزو مهم وزيزو عايز يكمل مع نادي الزمالك فهنخلص الحكاية طيب المكالمة دي فيها تحديد لميعاد جلسه هتقام في منزل كابتن حسين لبيب مع زيزو ووالده عشان ينهوا كافه الامور فيما يخص التعاقد. في تقارب في وجهات النظر حول الراتب السنوي اللي هيحصل عليه زيزو بنسبه كبيره هيتخطى 45 مليون جنيه في الموسم، سيبك من حكايه ال 100 مليون في الموسم دي مش موجوده خالص عشان بس الناس كده بتقولها. هو هيبقى يعني تصور يعني من 50 ل مليون في السنه ده غير الاعلانات والامتيازات الخاصه بالبطولات. فوالد زيزو قال للكابتن حسين لبيب كده كده زيزو عايز يكمل مع نادي الزمالك وكده كده مش هيبقى في نقط خلاف كثيره لانه الراجل خلاص حسن موقفه هو مكمل او مكمل مع ناديه نادي الزمالك. عقليه برضو زيزو. نادرا نادرا جدا لما اشوف لاعب ما يبصش بس للفلوس. بقالنا كتير ما شفناهاش دي كتير قوي فزيزو بيعمل كده مع نادي الزمالك بصراحه شديده زيزو لو كان خرج من نادي الزمالك كان هياخد تلات واربع اضعاف على الاقل اللي هياخده في نادي الزمالك على الاقل كان بييده انه يخرج تلات او اربع اضعاف اللي كان هياخده في الزمالك بس الراجل حرفيا شاري نادي الزمالك واضحه يعني واضحه وهياخد مقابل كبير ما برضه ايه بعد ما هيتم التعاقد او تجديد التعاقد يقول لك يا عم الحق ده زيزو بياخد 70 80 مليون ولا 60 70 مليون جنيه وتيجي تقول اصل هو شاري الزمالك اه ما انا انا ما انا ممكن اخد 200 مليون في حته ما اكون اخد اكتر من كده كمان في الموسم فلما اخد الرقم ده يبقى انا تنازلت عن الكثير يعني ما انا مش المفروض بقيمتي اشتغل ببلاش اشتغل بقيمتي بالارقام اللي معروضه عليا منطقي يعني واكيد تصوري زيزو مش هيغالي قوي على الزمالك هو متفاهم كمان الحل اللي فيها الزمالك. طيب. إدارة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات قوية جدا مع مصطفى أشرف. مصطفى أشرف، كل شوية بنسمع عن مصطفى أشرف، سواء زمالك أو أهلي. مصطفى أشرف لاعبنا المحترف في صفوف بروسيا مونش باخ في الدوري الألماني، لاعب وسط ولاعب وسط جيد. بحسب مسؤول في نادي الزمالك قال لنا إنه النادي أتم اتفاقه بالفعل مع اللاعب والاتفاق كان على بنود عقده وكمان تم إرسال تذاكر الطيران ليه عشان يصل القاهرة خلال الساعات اللي جاية لاستكمال المفاوضات وفي الوقت الحالي بيحاول الزمالك يخلص كل الأمور مع النادي الألماني لعيب جيد لعيب جيد ولو جابوا الزمالك هتبقى صفقة جيدة هو طول الوقت مصطفى أشرف رايح الزمالك لا لا رايح الأهلي لا لا رايح احنا تقريبا بتاع سنتين كده فيبدو كده ان هو قريب من نادي الزمالك اكثر من اي وقت مضى يعني. طيب. اداره نادي الزمالك اتخذت قرار جديد مع سامسون اكينيولا رفضوا منحه جوازه السفر جواز السفر الخاص به خايفين أنه هو يهرب ويقدم شكوى ضد النادي خصوصا ان اللاعب طلب جواز سفره في الايام الماضيه. وبحسب مسؤولي الزمالك قال لنا ان الزمالك بيتمسك بحل ازمه سامسون أكنيولا بشكل ودي عشان النادي ما يروحش لازمات جديده في الاتحاد الدولي وغرامات جديده فهيخل يعني ما, ما, تسافرش يا عم وتسيبنا استنى هنخلص لك حكايتك اقعد هو الزمالك بيقول له كده اقعد اصبر مش لازم تروح ترفع قضايا وتعمل لنا مشاكل تاني طيب فهيخلص الزمالك الزمالك مش هيخش في مشاكل تانيه انا باكد لك يعني الناس دي خلاص شبعت مشاكل اللي بيديروا في نادي الزمالك خدوا إرث صعب جدا